استاذ علي، مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا حضرتك. الشباب ما بيقولوليش يعني الضيوف من فين. حضرتك من بنغازي الان صح؟ من القاهره؟ من القاهره. أنا اهلا في القاهرة حاليا. اهلا، حاليا في القاهره. استاذ علي، ما رؤيتك للمشهد الحالي في ظل هذه التصريحات المستفزه من الجانب التركي؟ الحقيقة نحن أبدينا رغبتنا في السلام، وقبلنا بالمعاهدة المصرية الليبية، وقبلنا بكل نداءات العالم التي قالت يجب أن تكون هناك تهدئة في ليبيا، وفعلنا ذلك، وسمعنا لأصوات الدول الكبرى التي نصحتنا بترك طرابلس والرجوع إلى منطقة سرت، وفعلنا. ولكن الجانب الآخر ظن أننا ضعفاء، وأننا لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، وأننا لا نستطيع أن نعود إلى حيث المكان الذي كنا فيه. فرأينا الاستفزازات، ورأينا التصريحات الهمجية والتي تقول أنه يجب أن تكون هناك حرب، ثم رأينا الصلف التركي الذي يدعي أن هذه الأرض هي أرضه، وكأن الليبيين ليسوا موجودين، أو أن هذه الأرض تركية منذ الأزل. فحينما زادت هذه التصريحات المستفزة وجاء الأتراك وكأنه يتصرفون وكأنها أرضهم، أريناهم أنه بإمكاننا أن نذهب إلى الوطية التي هي أرض الليبية، وأن نضربكم في هذه الأرض، وأن جميع ما أتيتم به من معدات إلكترونية سوف لن تنفعكم، وأنه حينما نقرر أن نأتي فإننا قادرون على ذلك. وربما يعني عدم توقع رد الفعل هذا من قبل الجانب التركي هو ما يدفع الأتراك الآن إلى إطلاق تصريحات غاضبة، تصريحات استفزازية فيها الكثير من الغضب، لأنهم لم يتوقعوا حقيقة ما حدث. يعني حكومة الوفاق بتتهم طيران أو قوات أجنبية بتنفيذ هذه الضربات، ما علينا مش مشكلة. أنا حتى في هذا الخصوص يعني كان في تغريدة كده، يا ريت الشباب يجيبوها لي، للمغرد الإماراتي ماجد الرئيسي، يعني عجبتني الصياغة أنه دبلوماسية الطيران المجهول تتداول خلال اليومين. بالأمس طيران مجهول يقصف تواجد الأتراك في ليبيا، واليوم طيران مجهول يقصف تواجد الأتراك في سوريا. كل التوفيق للطيران المجهول. بغض النظر عن هذا الطيران المجهول، يبدو أن هناك معادلة ترسم على الأرض الليبية الآن أستاذ علي، مش كده؟ نعم، هم حاولوا على فكرة، الإهانة كانت قوية، وهم حاولوا أن يأتوا إلى الجفرة، ولكن وجدوا أن هناك طائرات تفوق قدراتهم فرجعوا، ولم ينبسوا ببن تشفى عن هذا الأمر أبدا. وهم علموا الآن أن الخطوط الحمر قد ازدادت، وأنهم قد بقيوا في الركن، وأن العالم كله الآن خاصة في أوروبا قد بدأ يفطن للعبتهم النتنة. والآن كما قلنا، إذا أرادوا الحرب فنحن لها، ولكن يجب أن يخرجوا من بلادنا حتى لو أرادوا السلام. فهم ليسوا خصمنا إلا أنهم محتلون. إنما إذا أرادوا أن تكون هناك سلام، فنتفاهم مع الليبيين وليس معهم. نعم، شكرا جزيلا سيد علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، متحدثا من القاهرة.